ركز معايا، الشخص اللي زعلان منك لو زعلان منك بجد، لو زعلان منك بجد هيستناك تيجي عليه ويقول لك على فكرة أنا زعلان منك. هتقول له ليه؟ ليه؟ أنا زعلتك في إيه؟ يقول لك والله زعلان منك في كذا وكذا وكذا من اللي أنت عملته إمبارح. طب والله ما كان قصدي، معلش حقك عليا، أنا آسف. ده الطبيعي، لو شخص زعلان منك ده الطبيعي، لكن شخص زعلان منك بقى ويعاملك بالطريقة ديت، مالك؟ مالكش دعوة يا ابني، مالك في ايه يا عم؟ ما قلت لك مالكش دعوة، والله ما تضايقنيش. مالك يا ابني؟ مالك يا بنتي؟ فكك مني دلوقتي، مالكيش دعوة بيا. بلوك بلوك، وسيبيها وامشي، او سيبه وامشي لحد ما يفوق ويبقى يعرف قيمته ان يتناقش مع الرجالة ويتناقش مع البنت الجدعة بطريقة مهذبة. بس كده، شوف الحلقات اللي فاتت. لما حد يجي يفتن او يشتم في حد تاني ليك، قول له ستوب لو سمحت، ما بحبش اللغة دي. هيزعل شوية ويتضايق، وانت هتكون عندك خجل انك تقول له كده وتجرحه او تهينه او تحرجه، ولكن اعملها، جرب تعملها مرة واحدة وشوف رد فعله. هيسكت وهيتوتر، يجي مرة تانية يتكلم، قول له ستوب يا حبيبي، اللي انت بتعمله ده غلط، يبقى انت منعت النميمة لأجل الله وزودت ثقتك بنفسك امام هذا الشخص. وانا واثق 1000000%، الشخص ده لما يسيبك ويلاقي حد بيتكلم عليك يقول ستوب. محمد ما بيتكلمش على حد، فلو سمحت ما تتكلمش عنه. لكن لو انت اخدت منه الكلام وكان بيتكلم على حد تاني في غيابه ليك، هيسيبك وهيتكلم عنك لحد تاني في غيابك ليه. ليه بتقلل من نفسك؟ انت عندك قوة انك تقدر تتعامل مع اي شخص. كل الناس سواسية ايا كان منصبه ومركزه. الايمان من جوه، هنا الطاقة بتطلع من هنا، من المنبع، من القلب. انا واثق من نفسي، محدش يقدر يهزني، ربنا سبحانه وتعالى معايا. فتاخد الخطوة كل يوم ان انا واثق من نفسي، والنهاردة هتكلم افضل مع الناس، واللي هيهين في حد قدامي هقول له غلط اللي بتعمله، واللي هيتخطى حدوده معايا هقول له ستوب ما تتخطاش حدودك، وهعاقبه ان انا ما اكلموش وما يقربش مني، لان ده حياتي الخاصة وحريتي. انا املك من المال وهو لا يملك من المال، هعطيه بس ما اعطيهوش غصب عني، علشان انا مجبر ان انا اعطيه، اعطيه بمزاجي وهو ياخد باللي على مزاجي انا. واعرف دايما ان البضاعة اللي قربت على الانتهاء بتكون في اول الصف، فلازم تكون انت في المؤخرة، ومش عيب انك تكون في المؤخرة، بس تكون حكيم وفاهم امتى تاخد خطوتك علشان تكون في المقدمة. انا دلوقتي هغير تعابير وجهي لاكتر من نمط. المطلوب منك انك تقرأ تعابير الوجه اللي انا هغيرها وتكتب في الكومنتات تحت انا عملت ايه بالترتيب كده، تمام؟ لو انت من الناس اللي قدروا يحددوا تعابير وجهي كانت ايه، يبقى انت من الناس اللي بيعرفوا يقرأوا تعابير الوجهية الخاصة بالاشخاص اللي حواليهم. انك تكون واثق من نفسك وتخلي الشخص اللي قدامك يحترمك، اصمت، خليك صامت، وعينك اللي تتكلم، وملامح وشك وحركاتك وايماءاتك هي اللي تعبر. اصمت لما تلاقي الشخص متعصب ومتنرفز وا 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 وا، وبيبدأ بقى يعمل حركات سلبية وما الى ذلك، وشخص متعصب جدا، الصمت ونظرة عينك اللي بتتكلم، العين كفيلة ان هي تتكلم مع اي حد ايا كانت سلطته ومكانته. زي ما انا واقف معاك دلوقتي، انا عيني بتعبر، انا من خلالها بتقدر تفهمني اكتر. عيني امتى اركز معاك قوي، وامتى خليك تركز في اللي انا بقوله جدا؟ امتى عيني بتتكلم وتندهش وتبتسم وتعمل حركات كتير في نفس التوقيت؟ فلو وظفت ده هتكون متحكم في زمام امورك، ما تمشيش ورا القطيع، كن انت القائد. انا دلوقتي عايز اعرف الشخص اللي بيستغلني جنسيا او بيقترب مني بعملية اعجاب علشان يستغلني جنسيا، اعرفها ازاي؟ الشخص ده
في الطبيعي خالص انه علشان يعني يحسسك بالاهتمام بيبص في عينيك، صح كده؟ لكن الشخص الشهواني او الشخص اللي بيفهم فقط لغة الشهوانية هتلاقيه دايما بيوزع نظراته ما بين شفايفك وما بين عينك، حتى لو كان ذكر او انثى. هنا ما دام النقطة ارتبطت من العين للشفايف أو المنطقة السفلية، معناها إن الشخص ده معجب إعجاب شهواني، مش إعجاب تأكيدي، إعجاب منطقي، إعجاب عقلاني. فحاول إنك تحذر منه لو أنت فعليا مش على مقربة منه حميمية، فحاول تحذر من هذا الشخص لما عينه تتجه إلى شفايفك كتير. مش أحيانا كده لما بتكون طيب مع حد وبتكون كل حاجة عليها بتوافقه، هنعمل كذا، اوكي، وابتسامتك ما بتفرقش وشك ومحترم الشخص ومديله وقاره وكاريزمته، وفجأة تلاقي حصل موقف من الشخص ده دمر كرامتك، ولما انت المفروض تكون اقرب حد ليه، المفروض يجيبك تحلله مشكلته، يروح يجيب حد غريب. طب ليه؟ طب انا هو، وانت بتقل مني ليه؟ هو ده احسن مني؟ احسن منه. عارف ليه؟ لانه واثق من نفسه، لانه قوي، عنده شخصية. ممكن تكون عندك شخصية وعندك شخصية، بس هي فضلت الشخصية التانية ليه؟ علشان انت طول الوقت مرحة وبتهزري وما عندكش قرارات شخصية، وطول الوقت مستضعفة، وطول الوقت بتشتكي، فهتثق فيك ازاي او هيثق فيك ازاي انه يجيبك تحل مشاكله، انه يجيبك حتى تخرج. بص ده مع القطط في الشارع، هتلاقي القطة واقفة قصاد القطة التانية وبصة في عينيها، أول ما التانية تنزل عينيها هتلاقي التانية افترستها على طول. هتلاقي الأسد وهو مركز مع الغزالة، الغزالة لما تيجي في عين الأسد عمر الأسد ما يتحرك والفريسة بصة في عينيه. لما بيكون الأسد واخد وضع استعداد وشايف إن الفريسة التانية بصة في عينيه بتحدي، يخاف إنه يهجم، ما يعرفش إيه اللي ممكن يحصل. أول ما الفريسة تنزل عينيها بينقض عليها. تعال بقى عند البني ادمين وعند البشر، اول ما الشخص اللي قدامك يحاول يسيطر عليك او يهجم عليك او يعاملك معاملة سيئة وتنزل عينك من عينه، بينقض عليك. القوة الحقيقية انك عينك تكون في عين الشخص اللي قدامك. الشخص ده اتصل بيا النهاردة، الو يا فلان، والله العمل ده المفروض ننجزه النهاردة، طب انت ايه رأيك، هتجيبهولي النهاردة ولا ايه الساعة 4؟ طب يا حبيبي انا مستنيك، اوعى تتأخر عن الساعة 4. طيب انا مستنيك، مع السلامة. مع السلامة حبيبي. عدت الساعة 4 والشخص ده ما اتصلش، وانا مأكد عليه، ده ما عمليش اعتبار، ده اهني في شخصيتي، ده اهني في كرامتي، هو انا للدرجه دي مش مهم عنده؟ وتبدا تغلي، سواء في علاقه عاطفيه او زوجيه او اي علاقه. الشخص ما اتصلش مطز، هتوجع دماغك ليه؟ انت مكتفي اصلا بنفسك. على فكره لما تغيب انت وما تتصلش بيه وتسال عنه انت عملت كده ليه وما تعاتبوش خالص، هيحترمك اكتر. ادي فرصه للناس ياخدوا حرياتهم الشخصيه، ما تبقاش لازقه كل ما